الدولة فنانة تشكيلية، درست في مدرسة الفنون جميلة بتطوان، وعملت بزاف ديال المعارض في المغرب وخارج المغرب. دابا حنا حاليا كنتواجدو في قراقية، هو مكان اللي كنجي نشوفو فيه الغروب، أحسن غروب بالنسبة لي هو في قراقية بمناسبة الفستيفال الموسم الثقافي السنوي ديال أزيلا. تحت الفرصة باش نعمل واحد الجدارية في هذا الحيط، هذا الحيط ديال قراقية. هذا الحيط هذا انا كنعتبر راسي محظوظه، لان هذا الحيط هذا دازوا فيه بزاف ديال الفنانه مشهورين بحال الكاهيه، بحال مليحي، بحال كنخاف نكذب القاسمي، وزائد بزاف ديال الفنانه من دول اخرى، من الولايات المتحده، من اسبانيا، من جابون، من لاشين، بزاف ديال الفنانه التشكيليين دازوا. وانتم كتشوفوا هذا العام الجداريات كاملين اللي داروا في ازيلا، الفنانه اللي جاوا داروا جداريات كاملين. درنا اوماج للفريد بالكاهيه واستوحينا من الاعمال ديالو، وخدينا من الاعمال ديالو بزاف الحاجات، بحال مثلا في الجداريه ديالي كنلقاو السهم ديال بالكاهيه، كنلقاو المغابو، يعني كيفاش كيقول القبه، كاين لو سان، كاين بزاف ديال المسائل ديال بالكاهيه. وكتشوف اللون الاسود اللي هو كيرمز للعمل ديالي، باسكو انا كنخدم دائما باللون الاسود وبوكو دو ماتيير. وانا الحيط خدمته كانني كنخدم على اللوحه، بغيت نخرج شويه لي غولييف، بغيت نخرج شويه لا ماتيير، بغيت نخرج نعمل كراتاج، بغيت فوالا.